في تلك الليلة الشتوية الباردة، والشمعة الحزينة تحترق وتحارب ظلام الغرفة البهيم، قالت لعليا: هل تحبني حقا؟ وهل تشكين في ذلك؟ لا، لكن لماذا تؤخر أمر زواجنا؟ أمهليني قليلا. بصوت مخدوش سألت: ألم تكفيك المدة التي جمعتنا؟ أحتاج لمزيد من الوقت كي أنسى. تنسى ماذا؟ ماضيك. أنت تتهرب. لا، أنا فقط أحتاج بعض الوقت كي أنسى وأتأقلم مع نظرتك للرجال. أعتقد أن وقت الدنيا كله لن يكفيك. الرجال عند علية سيان كلهم متشابهون كذئاب الجبل، ينهشون جسد المرأة بالتداد، وعندما تدبل المفاتن يتنقلون إلى أخرى، ثم يحاكمونها بشرائع الذكور، يشتمون الوردة بشبقية زائدة، ولما ينفذ رحيقها يرمون بها تحت أقدامهم، تطلق عليهم اسم التعابين. في نظرها كلهم ماكرون، همهم الوحيد تذوق العسيلة وأكل الثمار ورمي القشور بعيدا، ثم يديرون ظهورهم كأن شيئا لم يحدث.